السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من وعيكم. مشاهدينا الكرام، مع بداية عام 2021 برزت إلى الوجود بشائر عن نهاية محتملة لجائحة كورونا. فبعد لقاح فايزر أصبح لقاح كورونا الذي طورته جامعة أكسفورد بدعم من الشركة البريطانية السويدية العملاقة أسترازينيكا ثاني لقاح يتم الموافقة عليه للاستخدام في بريطانيا، وهو ثاني لقاح عالمي يدخل حيز التنفيذ. وقد منح هذا اللقاح رسميا الضوء الأخضر من قبل وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية. فما هي حصة العراق من هذا اللقاح؟ وكيف سيحجز العراق احتياجه منه؟ وما هي الاختلافات بينه وبين لقاح فايزر؟ ومن جهة أخرى، صحيح أن جائحة كورونا فرضت علينا أشياء جديدة لا سيما في قطاع التعليم، لكن لا شيء يبقى على حاله فقد فرضت علينا ذاتية التعليم، ولا سيما أن الدوام هو ليوم واحد في المدارس، بينما بقية الأيام يعتمد فيها الطالب على نفسه وكأن المنهج بلا مدرسين وكأنه يعتمد على جهد الطالب الذاتي فقط. فكيف يمكن أن نستثمر التعليم الذاتي في ظل جائحة كورونا، وبماذا يفيدنا ذلك في المستقبل؟ كل هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها على ضيوفنا في الأستوديو، الدكتور سعد الربيعي مدير عام تربية الكرخ الثالثة، والدكتورة مها عدنان استشارية طب الأسرة وعضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة. سنتحاور وسنتحدث الكثير، لكن بعد أن نتابع هذا التقرير لزميل منشد الأسدي. تنفس العالم الصعداء بقدوم عام 2021 آملين أن يحمل معه بشائر خير بنهاية وباء عصف بكل مفاصل الحياة وجوانبها. فالحديث عن اللقاحات هو كمن يدون خواطر الأمل في سجل اقتناه مؤخرا، وسواء كان اختير هذا اللقاح أو ذاك، فإن استيراده واستخدامه كلاهما مصدر علاج نفسي قبل أن يكون صحي مباشرة. اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد بدعم من الشركة البريطانية السويدية العملاقة أصبح ثاني لقاح تتم الموافقة عليه، وقد منح اللقاح رسمياً الضوء الأخضر من قبل وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية. فما هي حصة العراق منه؟ وكيف سيحجز العراق احتياجه من هذا اللقاح؟ وما هي الاختلافات بينه وبين لقاح فايزر؟ كورونا فرضت أيضا الكثير من القضايا، ومن أبرزها قطاع التعليم الذي لا زال يتأرجح بين الاستقرار على يوم دوام واحد أو اللجوء الكلي للتعليم الإلكتروني. من بغداد منشد الأسدي، العراقية الإخبارية. المواطن، لكن بعد ذلك ظهرت تصريحات انه في حال اعطي نصف جرعه بعدين جرعه كامله ممكن ان تصعد الى 90%. هذا فيما يخص لقاح استرازينيكا. اما فيما يخص اللقاحات الاخرى اللي هي فايزر وغيرها فتوصل الفعاليه الى تقريبا 95%، وموديرنا ايضا 94%. لكن يعني مثل ما قلنا، يعني اكو امور معينه ايجابيه وسلبيه بين كل لقاح. فرغم أنه لقاح أسترازينيكا هو فعاليته أقل من فعالية لقاح شركة فايزر، إلا أنه يمتاز بثلاث خصائص. أنه هو رخيص الثمن، يبلغ سعر الجرعة تقريبا 2.5 يورو، أما يقارب 3 دولار. أما لقاح فايزر 20 دولار وموديرنا 30 دولار.
هذا غير أنه طرق التخزين والحفظ. طرق التخزين للقاح استرازينيكا يمكن حفظه بالثلاجة 2 إلى 8 درجة مئوية، بينما لقاح شركة فايزر قد تصل إلى 70 تحت الصفر. يعني هذا الشيء يخلي الدول بصراحة أنه تتجه إلى أنه تتعاقد مع لقاح شركة أسترازينيكا أكثر من غيره، لأنه ما المنطق أنه تشترين لقاح بسعر باهظ ويحتاج طرق تخزين كلش معقدة وبالتالي يتعرض للتلف بسبب سوء الحفظ أو التخزين، وبالتالي تفقد الفعالية للقاح. لهذا احنا التوجه إن شاء الله، يعني وزارة الصحة يعني بجهود مثمرة من معالي وزير الصحة الدكتور حسن التميمي أنه نحجز كميات من اللقاحات وإن شاء الله تم حجز. خلينا نتكلم عن دور العراق يعني حجز الكميات المطلوبه يعني للعراق، لكن بعد ما انتقل للدكتور سعد وموضوع التعليم. دكتور سعد، برايك الى اي مدى يعتبر التعليم او يبدو ان التعليم الذاتي هو من انجح الطرق في التعليم، خصوصا رغم التحديات التقنيه والماديه اللي يواجهها الطلاب وحتى المعلمين؟ يعني حقيقة حسب القول الشاعر: من رام وصل الشمس حاك خيوطها سببا إلى آماله وتعلقها. التعليم الذاتي خط أكيد، يعني الإنسان اللي يريد ينمي قدراته وقابلياته هذا هو مشكور على هذا الجهد، لكن احنا من واجب وزارة التربية أن نقدم ما علينا من واجبات وحقوق لأبنائنا التلاميذ والطلبة، ولذلك احنا نقدم لهم كل ما نستطيع وإمكانيات. هذا التعليم الذاتي يعني مشكورين عليه أبنائنا التلاميذ والطلبة، دي يبذلون جهد كبير، دي يتواصلون بشكل جيد مع أساتذتهم، وكذلك يعني وزارة التربية بتقديمها الدروس التعليمية من خلال التلفزيون التربوي كذلك خدمة كبيرة لأبنائنا التلاميذ والطلبة. احنا عندنا دروس ممنهجة وبأساتذة أكفاء يقدمون دروس يومية من خلال شاشة التلفزيون التربوي، وكذلك الأساتذة اللي موجودين في المدارس يتواصلون مع التلاميذ والطلبة من خلال كل الوسائل المتاحة اللي هي مثلا تليجرام، واتساب، فايبر، على الفيسبوك. فإذا احنا نحاول نقدم لهم ما علينا والإمكانيات اللي موجودة، وجهدهم مشكور، يعني اللي يزيد ويضيف على هذا الجهد هذا يعني جهد مشكور من قبلهم أكيد. وأكيد هذا إلهم، يعني إضافة راح تكون إلهم. وكذلك من إيجابيات التعليم الإلكتروني فتحت الأبواب أمام الطلبة والتلاميذ للتواصل مع التقنية الحديثة. تدرون إحنا هاي التقنية الحديثة كنا مبعدين عنها، مفتقدين، وكان التواصل يعني التعامل مع الجانب الإلكتروني فقط الألعاب، القضايا الأخرى، مشاهدة اليوتيوبات، لكن مو للجانب التعليمي. الآن صار توجه وحرص اللي ينزلون برامج خاصة الجانب التعليمي، يضيفون لهم الدروس التعليمية، يتواصلون ويا أساتذة آخرين لعله مو من داخل العراق، من خارج العراق، لعله من غير محافظات. فإذا انفتح العالم وأصبح قرية صغيرة بعد وجود هذه التقنيات الحديثة والإنترنت وإلى آخره. أكيد أكيد. نرجع لك دكتورة مها من جديد، برأيك يعني النجاح اللي حقق لقاح استرازينيكا ولقاح اكسفورد، يعني ظهور هاللقاحين ذني راح يعيد الحياه الى طبيعتها، ام انه يعني احنا ما زلنا في ظل الوضع الحالي مدعوين للالتزام بالتعليمات الطبيه والوقائيه والتباعد الاجتماعي والى اخره، اجراءات الوقايه؟ بالتاكيد طبعا الالتزام بالاجراءات الوقائيه هو هذا لازم يظل، يعني لا يعني ظهور الفاكسين اللقاح انه خلاص احنا لازم ما نلتزم بالاجراءات الوقائيه، لانه مثل ما قلنا انه اللقاح قد يعطي مناعه للشخص ويساعده في التغلب على خطوره او مضاعفات المرض، لكن هذا لا يعني انه الشخص لا يصاب، يعني فاحنا لازم نلتزم. فموضوع التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات يعني التعقيم المستمر يعني الايدي وعند مسك الاشياء، هذا ضروره لازم يعني المواطن يبقى يلتزم به حتى وان وصل اللقاح. هذا لا يعني انه لانه هو المرض اصبح يعني شانه شان الانفلونزا الوبائيه،
فلا يعني انه احنا، لكن هي الحده ان شاء الله مثل ما نقول اللي كنا احنا عايشين بيها راح تبدي تتضاءل ان شاء الله، فيعني بريق الامل موجود ان شاء الله. طيب دكتور سعد، يعني في ظل هذه الدراسه الالكترونيه، ما مدى اهميه دراسه مخرجات يعني الكليات العلميه العمليه وتقييمها، خصوصا وانه يعني احنا في ظل التعليم الالكتروني؟ يعني اتمنى تجاوبني، لكن بعد ان ناخذ هذا الفاصل. اذا مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ولا نعود من جديد. عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، انتشار فيروس كورونا المستجد في العراق وباقي دول العالم تحد خطير يحتاج منا كل الوعي والثقافة الصحية اللازمة لمواجهة هذا الوباء. عزيزتي المواطنة، وأنت داخل المنزل أضيفي 2 مللتر من القاصر إلى لتر من الماء، وضعيه في بخاخة وقومي برشه على أسطح الموائد والأثاث وجميع الأشياء الموجودة في المنزل، الخبز وباقي الأطعمة من الأفضل تسخينها بالمايكروويف أو الفرن لفترة قليلة قبل تناولها، وقومي بغسل الفواكه والخضروات بالماء الساخن ومسحوق الغسيل. يجب غسل الدجاج السميك بالماء والخل. يفضل الاستغناء عن وجبات المطاعم في هذه الفترة. الأشياء التي تشترينها حتى وإن كانت مغلفة يجب مسحها بقطعة قماش منقوعة بمحلول القاصر المخفف بالماء. خارج المنزل لا تنسوا تجنب المصافحة والتقبيل عند السلام. غسل اليدين بين الحين والآخر خصوصاً في أماكن العمل. تنظيف مكان جلوسك في العمل بقطعة قماش مبلولة بالقاصر المخفف خصوصاً المكتب وأدواته ومقابض الأبواب قبل الفتح والغلق. غسل اليدين جيداً بالصابون لمدة 20 ثانية، ثم غسل الحنفية وإعادة غسل اليدين مرة ثانية وتجفيفها. تجنب لمس الوجه باليدين إلا إذا كانت مغسولة بشكل جيد. في البيت بعد رجوعك إلى البيت، اخلع الحذاء في الخارج واغسل يديك جيداً. امسح بقطعة قماش منقوعة بمحلول القاصر المخفف بالماء كل ما كنت تحمله وترتديه، مثل الموبايل، النظارة، المفاتيح، الخواتم، الساعة والمحفظة، وكذا أي مفتاح كهرباء لمسته أثناء دخولك، ويفضل الاستحمام مباشرة بعد العودة للمنزل. وتأكد بالنظافة والوقاية والوعي، نحصن أنفسنا وعوائلنا ومجتمعنا من هذا الفيروس. وألف سلامة للعراق ولكل العراقيين. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وهذه عوده لضيوفي في الاستوديو، بالتحديد الدكتور سعد الربيع مدير عام تربيه الكرخ الثالثه. سالتك عن موضوع اهميه دراسه مخرجات الكليات العلميه والعمليه وتقييمها في ظل تجربه التعليم الالكتروني من منظورك يعني. نعم، حقيقه تدرون انتم التعليم يحتاج يستكمل جوانبه بكافه جوانبه. فالجانب العملي بالتعليم العالي يعني مهم جدا، ولذلك وزارة التعليم العالي حسب ما أعتقد أنه طالبت الطلبة مالتهم أنه يجون الدوام العملي يتواجدون بالمختبرات، لأنه هذا لا يمكن أن يغطى بالتعليم الإلكتروني، لأنه التعليم الإلكتروني ممكن الجانب النظري ممكن، لكن بالجانب العملي غير ممكن باعتبار دخول مختبر يعني التشريح، القضايا المجهرية، القضايا إجراء المختبرات بالجانب تحتاج إلى تطبيق عملي، لابد من التطبيق العملي، لأنه ما تستكمل الصورة العلمية للطالب إذا ما يدخل الجانب العملي. كذلك مثلا الكليات الطبية الجانب السريري مهم، إذا ما يشاهد مريض ما يتعامل وياه بشكل مباشر ما ممكن أن يأخذ كل القضايا بشكل نظري. فأعتقد حسنا فعلت وزارة التعليم العالي بإلزام الطلبة حضور الجوانب الدروس العلمية
عملية للمختبرات والتواصل بشكل مباشر. أكيد. دكتورة، نرجع للقاح. هذا اللقاح البريطاني استوفى معايير الصرامة والسلامة والجودة والفعالية حتى يكون جاهز للاستخدام؟ بالتأكيد طبعا، هو في أوائل ديسمبر شهر كانون الأول تم الموافقة عليه من قبل منظمة الغذاء والدواء العالمية. أيضا قبل هالفترة مجلة لانست المعتمدة كمجلة طبية أيضا صادقت على اللقاح اللي هو بالإنتاج مشترك بين جامعة أوكسفورد وإسترازينيكا، فأخذ معايير أنه هو صالح يعني أنه للتعامل وللتجربة على يعني لإعطاء المواطنين هذا اللقاح. بالناحية مضاعفات جانبية من خلال الدراسات اللي سووها تقريبا عن 23,750 متبرع اللي تلقوا هذا اللقاح، شخص واحد فقط هو اللي ظهرت عليه أعراض جانبية، وبعدين أنه ذكروا أنه هذه الأعراض هي بسبب طريقة الحقن كانت يعني مو بسبب عدم فعالية أو خطأ معين في اللقاح نفسه. فإذا يعني معناها يعني أنه اللقاح فعاليته جيدة، مستوفي، غير مؤذي. هي هذه شروط طبعا أنت باللقاح، أنه يكون غير مؤذي، يعني فعاليته مقبولة، فيعني أكيد طبعا، وإلا لم يتم إطلاقه لو يستوفي الشروط. أكيد أكيد. دكتور سعد، نرجع لموضوع التعليم، لكن مو التعليم الإلكتروني، التعليم بصورة عامة، وأنتم في مديرية تربية الكرخ الثالثة، ما المشاكل اللي واجهت مديريتكم بالتحديد بهاي السنة؟ صراحة في هذه السنة واجهنا مشكلة حقيقية، وهي مشكلة الكتب المنهجية. يعني لحد الآن وزارة التربية لم تستطع طباعة الكتب المنهجية بسبب شحة الأموال التي رصدت لهذا الجانب من قبل وزارة المالية أو الموازنة، وكذلك بسبب الموازنة لم تقر، فلم ترصد لوزارة التربية أي مبالغ لطباعة الكتب المنهجية. ولذلك ليست في مديريتنا فقط، في جميع مديريات تربيات العراق يعانون من هذا الموضوع بشكل كبير، وخاصة للمراحل الثانوية. المراحل الابتدائية تم تغطيتها، ولكن ليس لكل المناهج، لكن بالمراحل الثانوية لم تستطع وزارة التربية طباعة أي كتاب منهجي بسبب هذه الضائقة المالية وعدم تزويدها بأي مبالغ مخصصة للطباعة. ولذلك احنا نناشد، لأن هذه المشكلة إذا استمرت للعام القادم ستكون المشكلة أكبر، باعتبار أنه الكتب المسترجعة والكتب يعني يتم استهلاكها من خلال استخدام الطلبة والتلاميذ، فالمشكلة ستكون أكبر ومعمقة، وتؤدي بالأثر السلبي على الأولياء الأمور، باعتبار يحتاجون إلى طباعة الكتب أو المحاضرات أو ما شابه ذلك. فمن جانب العوائل راح يزيد عفوا الجانب العبء المادي، وكذلك الطالب، لأن هي المدرسة شنو؟ عبارة عن أستاذ وكتاب وطالب. أكيد. إذا ما توفر الكتاب راح يصير خلل في البنية مال التدريس. طيب دكتور، موضوع التعليم، طيب الآن التعليم هو إلكتروني بدرجة تقريبا 90%، يعني أن الدوام ليوم واحد، موضوع التعليم الإلكتروني ما يعوض نقص المناهج يعني أو يردم هذه الفجوة؟ صحيح، لكن الطالب من يرجع البيت بيش يقرأ؟ يحتاج إلى كتاب منهجي موجود أمامه حتى يتابع ويا أستاذه، يتابع مع أستاذه، لأنه ما من المعقول كله يأخذ مباشر، يعني هم يحتاج يقول له فلان صفحة ترجع تقرأ، فلان موضوع ترجع تقرأ، فهذا شو راح يحتاج الطالب إذا ما عنده كتاب منهجي أمامه؟ فصراحة مشكلة كبيرة، لابد على المعنيين باللجنة المالية بمجلس النواب، باللي يضعون مشروع الموازنة، وزارة المالية، الجهات المعنية الأخرى، لابد أن تضع ذلك في حسبانها، لأن هذه مشكلة عامة لكل البلد. هم أولياء الأمور يتحملون أعباء مادية باعتبار يحتاجون إلى استنساخات وطبع كتب أو شرائها، وكذلك وزارة التربية راح يصير لها خلل كبير في عدم إعطاء ما واجب عليها إعطاء للطلاب. هنا الأهالي بدون يعني طبعا أنا الآن أكيد. كثير من أولياء الأمور يرسلون إلي يعني بعض الفيديوهات أو بعض الصور أنه أكو كتب تباع في الأسواق، وهم يصورون أن وزارة التربية، وزارة التربية لم تطبع أي كتاب لأنه لا يوجد تمويل لذلك، لكن بعض يعني المطابع، بعض الكذا، بدأت تستنسخ الكتب
وتبيعها في الأسواق. كل ظن الأهالي أنه هذه وزارة التربية لا توزعها للطلاب لكن تباع في الأسواق. هذه مشكلة حقيقية تواجه وزارة التربية. بريئة بريئة أكيد طبعا. إن شاء الله نتأمل يعني حل قريب أكيد بهذا الموضوع. أكيد إن شاء الله. عودة لدكتورة مها. دكتورة، ما حظوظ العراق بموضوعة الحصول على لقاح البريطاني؟ كيف سيتعامل مع طبيعة هذا اللقاح؟ بصراحة يعني وزارة الصحة يعني ومنذ بدء الجائحة يعني سعت مساعي كبيرة باتخاذ الإجراءات الوقائية، وبعد أن ظهرت بوادر الظهور لقاحات ضد هذا الفيروس الخطير كانت وزارة الصحة سباقة في الحجز لأعداد هائلة من هذه اللقاحات. تم الاتفاق على مبدئيا كاتفاق مباشر مع شركة فايزر للحصول على 1,500,000 جرعة كمبدئية هذه. نعم. من شركة فايزر. بعد أن أطلق لقاح أسترازينيكا هنالك اتفاقية تجرى عن طريق المنظمات العالمية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لتوزيع اللقاحات على الدول. تقريبا العراق راح يحجز كمية كبيرة يعني عشرات الملايين من اللقاحات توصل 16,000,000 جرعة قد تصل إلى العراق إن شاء الله في أواخر مارس آذار إن شاء الله، ويتم توزيعها يعني حسب الأولويات. أكيد. وبالعودة لدكتور سعد، دكتور، ما هي الآثار الاجتماعية النفسية والمعرفية السلبية أتكلم عنها اللي تتعلق بالكادر التدريسي، يعني تأثر على انعدام الثقة بمخرجات التعليم الإلكتروني؟ يعني هي صراحة مو انعدام الثقة، لأنه احنا نشاهد أثناء الامتحانات العامة تجي درجات جيدة والمثال واضح أمامنا العام الماضي، لكن صراحة أكيد هي أكو آثار سلبية باعتبار أنه مدى يصير تواصل كامل ما بين الطالب والأستاذ، باعتبار أنه نعتقد يحتاجون إلى تواصل مباشر ل يعني ردم هذه الهوة اللي موجودة من خلال التعليم الإلكتروني. لكن مع ذلك قلت لك احنا الأهمية الحفاظ على أرواح أبنائنا التلاميذ والطلبة والملاكات التدريسية والتعليمية هو حرصنا الكبير. أكيد. يعني ودافعنا لتحمل هذا الجانب من أجل هذا الجانب الحفاظ على الأرواح. بلا شك. لكن إن شاء الله أكيد احنا على الأيام القادمة ويا البشارات اللي تبلغنا بها الدكتورة أكيد يعني راح يعاد النظر، وإن شاء الله نلحق يعني إذا في آثار يدخل اللقاح ويمكن التعامل معه بشكل سريع، أدنى وقت يعني ممكن من يعودون أبنائنا التلاميذ والطلبة إلى القاعات الدراسية والأستاذ يرجع عنده وقت فرصة. أكيد. يتواصل وياهم وإن شاء الله تعود الحياة إلى طبيعتها إن شاء الله. أكيد أكيد. الدكتور سعد الربيع مدير عام تربية الكرخ الثالثة نورتنا، شكرا جزيلا. والدكتورة مها عدنان استشارية طب الأسرة وعضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة نورتونا. والختام مشاهدينا الكرام نقول عش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك، عش بالإيمان، عش بالأمل، عش بالحب، عش بالكفاح، وقدر قيمة الحياة. هناك أوقات نشعر فيها أنها النهاية ثم نكتشف أنها البداية، وهناك أبواب نشعر بأنها مغلقة ثم نكتشف أنها هي المدخل الحقيقي. شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.